على مشروع قانون رقم 113-12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل. مشكورا، تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. سيد رئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمين، بغيت أولا وقبل كل شيء نشكر سيد رئيس لجنة العدل والتشريع وسيدات والسادة أعضاء اللجنة على العمل المهم والمضني اللي قمنا به جميع من أجل إخراج هذا النص المتعلق بالهيئة، هيئة محاربة الرشوة، إخراج المشروع اللي هو أمام أنظار المجلس. ولم يكن الأمر سهل، حيث أن الحكومة أمضت أكثر من سنة ونصف في ضبط هذا النص وتهيئه مع مختلف مكونات الإدارة العمومية، ووضع في شهر يوليوز أمام مجلسكم الموقر، واشتغلت اللجنة، لأنه في التقرير كيقول اشتغلت 25 ساعة، ولكن أكثر من هذا الشيء. خدمات اللجنة في مناقشة عامة مهمة وكان عندها وقع، وكذلك أثناء تقديم مناقشة الفصول، ثالثا أثناء مناقشة التعديلات، وبعدين صادقت اللجنة على المشروع المعدل. كان لابد من أن الحكومة تسجل هذا العمل المشترك اللي قمنا به جميع. احنا امام واحد الهيئه من الاهميه بمكان، وحاولنا منذ البدايه ان نظرا لطبيعه هذه الهيئه والمواضيع اللي غادي نتكلم عليها واللي غادي يتطرق لها، أننا نعملوا عمل مشترك في إيجاد صيغة مشتركة لهذا القانون، لأن هذا الموضوع ما كيهمش أغلبية أو معارضة، أو كيهم مواطن دون مواطن آخر. وهذه الهيئة رغم المكانة اللي عطيها الدستور، هي واحد الهيئة في نفس الوقت من الخطورة بمكان، لأنها غتلم بواحد العدد ديال الشبهات وواحد العدد ديال المواضيع اللي ناس كتبادل فيها الرأي وكترمى فيها الكلام، وبالتالي كان لابد أننا جميع نضبطوا هاد الهيئة. كنبغي نسجل أمام المجلس بين أننا وصلنا لواحد الصيغة توافقية في العناصر الرئيسية ديال هاد المؤسسة، العناصر الرئيسية. وقع واحد الأخذ والرد في ضبط بعض المفاهيم، ولكن الآن وصلنا للنتيجة اللي هي أمامكم. كانوا جوج ديال الخيارات أمامنا، خيار أنك تعطي لهاد الهيئة الولاية العامة، أي تدخل في اختصاصات صولات دستورية أخرى، وبالخصوص العدالة، أو أنك تدير واحد المؤسسة كتعاون مع جميع المؤسسات، مجلس النواب، مجلس المستشارين،
البرلمان القضاء عبر النيابة العامة. هذا الخيار هو اللي وصلنا له الحمد لله في هذا المشروع، هو أن هذه مؤسسة تتبع دستوري تعطتها إمكانيات باش تكون مكملة ومتعاونة وكتنمي العمل ديال الإدارة وكتفيد المؤسسات الدستورية الأخرى. هذا واحد الشيء من الأهمية بما كان نسجلوه، لأنه البلاد ديالنا غتدخل لواحد المرحلة من خلال هذه المؤسسة مهمة جدا. ثانيا، كان نقاش حول مفهوم الفساد، لأن هذه الكلمة مطلقة على هكاك في السماء، فساد الفساد الفساد، ولكن هذه الحوايج هذه كيخصها تكون خاضعة ومضبوطة للقانون. النظام اللي عندنا اليوم احنا في المغرب هو عندنا القانون الجنائي كيشرح الفساد وكيحدد المواد اللي كيطبق عليها النوعيات ديال الفساد، من الرشوة الى الغدر الى الى الى، بلا ما نطولش عليكم. و بتوافق وصلنا الى ان نطبقوا القوانين الجاري بها العمل والتشريعات الاخرى التي يمكن ان يفهم منها مواجهه الفساد والرشوه والغدر الى غير ذلك. هذه هي الماده 4، كانت هذه الروح، هذا هو الروح ديال هذا القانون. الفكره الاخرى واللي مهمه جدا هو هي هذه المؤسسه اش من مكانه بغينا نعطيوها، ولذلك جاء الخيار ان هذه الهيئه يكون فيها 12 ديال الناس، وحدد القانون هو امامكم، مشروع القانون هو امامكم، المواصفات اللي خصها تكون في هذه الناس. واش نحتفظوا على التجربه القديمه اللي كانت مفتوحه ولكن كتعرض لقضايا الناس وقضايا المواطنين، او نردوا واحد الهيئه عندها واحد المكانه وواحد الحرمه، لانها غادي تقرر في حياه الناس وفي مستقبل ابناء الناس المرتبطين بهذا بين قوسين الفساد طبقا للقانون اللي محدد. لانه راه ما كنشرعوش فقط لهذاك اللي مفسد، كنشرعوا كذلك لواحد الحاجه اللي تخلي الوقايه لولاد الناس اللي هما ما داروا والو في الفساد وتبقى ملصوق فيهم واحد العدد ديال الحوايج. دونك حنا امام واحد القانون خطير جدا، لانه حنا راه ماشي في هي التعليم او في المنافسه او في حقوق الانسان، هذه راه الملفات اللي غادي تكون معروضه على هذه الهيئه، فيها قضايا الناس وقضايا عائلتهم وقضايا ديال اسمو. دونك هذه النقطه هذه جوهريه تاعي. النقطه ما قبل الاخيره هي التبليغ، طريقه التبليغ. كان عندنا نقاش حاد فاننا نبلغوا، يبلغ الانسان بلا ما يكتب الاسم ديالو. هذه القضيه هذه تدار هكا في هذا المجال راه صعيب، لابد هذاك اللي بغى يبلغ اما تقاس بالرشوه اما علم بفساد او اسلوب للرشوه انه لابد يعلن على الاسم ديالو ويعلن على البطاقه ديالو، اي يعرف بنفسه. وقع عندنا اشكال ولكن تغلبنا عليه الحمد لله، هو هذا السيد هذا خص تكون عنده الحمايه، ماشي حيت بلغ يجي غدا شي واحد ينتقم منه، كان في الاداره ولا كان مواطن ولا. وصلنا لاتفاق على مستوى جميع الفرق اننا نعطيه الحمايه الموجوده في القانون الجنائي للشهود والخبراء، 4 ولا 5 ديال الانواع ديال المبلغين لهذه المؤسسه. ولذلك ما قبلناش بشكايه اللي
ما يكونش متحمل مولاه المسؤولية. ولكن المواطن اليوم اللي غيبلغ الشكاية عنده حماية قانونية اللي هي نفس الحماية اللي عند الشهود في الجنايات وفق القانون الجنائي. هذه راه واحد الشيء مهم، راه يمكن يكون عنده الحراسة، الدولة مجبرة تعطيه الحراسة لما يقرر وكيل الملك أن هذا السيد، وكيل جلالة الملك أن هذا السيد كيخص يتحمى لأنه بلغ. دونك الحماية للشهود ولا قلت لكم الفكرة الأخيرة هي متعلقة بهاد المؤسسة أنها تفيد الحكومة وتفيد البرلمان بمجلسه وكذلك المؤسسات الدستورية الأخرى بكل مقترح وكل توصية لمقاومة هذه الآفة اللي كتنخر الاقتصاد ديال عدة دول، واللي في العالم الثالث كتمس كرامة الناس، كتمس الكرامة المواطن. هذه بعض الأشياء اللي موجودة في هذا النص. طبيعة الحال أنتم تبعتوه كل نقاش اللي كان إما في الإعلام إما في منتديات إما واللي حرصت الحكومة تكون حاضرة في كل منتديات من نهار نزلنا هذا القانون، باش نحاولوا نفسروا للجميع الغاية. والآن أمامكم واحد العمل، واخا الإخوان في المعارضة امتنعوا على النص برمته، ولكن واحد العمل مشترك اللي قمنا به جميع. طبيعة الحال كيبقى المواقف السياسية هذا مشكل آخر، ولكن واحد العمل اللي حاولنا نقوم به جميع، رغم الصعوبات ديالو ورغم المقاربات ديالو ورغم الطموحات، ولكن احنا في البداية الطريق. احنا اول مرة غادي تدخل بلادنا بواحد النمط ديال مؤسسة ذات طابع دستوري، اقرها الدستور ذات طابع دستوري، غتدخل لواحد الممارسة وبتناش العضو ماشي الهيئة القديمة مفتوحة هيا كتكلم، لا هذه لما تضبط الملف ديالها غتحيلو على النيابة العامة، وبالتالي غيمشي القضاء. ودرنا الاحتياطات باش حتى تمشي للموضوع للمحكمة عاد بدا يتعرف، ودرنا احتياطات قانونية حنا كلنا في اللجنة ديال التشريع باش تكون واحد الضمانات حتى عند داك اللي محطوطة به الشكاية، بين أنه ما يكون معروف المحتوى ديال الملف ديالو ديال القضية ديالو حتى يتعرض أمام القضاء. والقضاء داك الساعة هو اللي فوق الجميع، والقانون هو اللي فوق الجميع، والقانون اللي كيصبر عليه اللي كيسهر على التنفيذ ديالو هو القضاء. سمحوا لي طولت، ولكن راحنا بصدد واحد المرحلة مهمة من تاريخ بلادنا. شكرا. شكرا السيد الوزير.